كيفية إنشاء أو تخصيص خطة الطاقة في أجهزة كمبيوتر HP المحمولة التي تعمل بنظام ويندوز 11 تساعد خطة الطاقة في جهاز كمبيوتر HP المحمول على إطالة عمر بطارية جهاز الكمبيوتر الخاص بك سيشرح هذا الفيديو كيفية إنشاء خطة طاقة وتخصيصها حسب تفضيلاتك من الشاشة الرئيسية حدد رمز البحث اكتب لوحه التحكم وحددها من النتائج في شريط بحث لوحه التحكم اكتب خيارات الطاقه وحددها من قائمه النتائج حدد انشاء خطه طاقه اختر اسما لخطتك الجديده وحدد التالي حدد القائمه المنسدله ضمن اما على البطاريه او متصل بالتيار الكهربي ثم حدد اعدادات اوقات العرض وحاله السكون لديك حدد إنشاء. تظهر خطتك الجديدة الآن في قائمة خطط الطاقة. إذا كنت ترغب في تخصيص خطتك بشكل أكبر، يمكنك القيام بذلك ضمن قائمة الإعدادات المتقدمة. ملاحظة: يمكن لتغيير إعدادات الطاقة المتقدمة أن يؤثر في ويندوز تأثيرًا غير مرغوب فيه. تأكد من البحث عن إعدادات الطاقة المتقدمة قبل تغييرها. بجوار خطتك الجديده حدد تغيير اعدادات الخطه ثم حدد تغيير اعدادات الطاقه المتقدمه حدد علامه زائد بجوار الاعدادات التي ترغب في تغييرها ثم اضبط الاعدادات من القائمه المنسدله حدد موافق لحفظ التغييرات على خطه الطاقه الخاصه بك انقر على علامة التبويب قوائم التشغيل في يوتيوب للعثور على مقاطع فيديو اتش بي بلغات اخرى وابحث في قناتنا للعثور على مقاطع فيديو دعم اتش بي الرسميه